غاز مصري إلى نظام أسد ومنه إلى لبنان أم غاز إسرائيلي؟ بصواريخ، بعبارة أخرى ممانعة ومقاومة كما يقال، أم مزيد من مشاريع المقاولة لخداع شعوب المنطقة؟ أواخر 2019 اتفاق يتيح لإسرائيل بيع الغاز المستخرج من حقلي ليفتان وتمار إلى مصر لمدة 15 عاماً بكمية تقارب 64 مليار متر مكعب. وفي كانون الثاني عام 2020 تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بواقع 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. قبل شهرين حاصرت ميليشيات أسد وإيران درع البلد بهدف تهجير سكانها، واستخدمت في الأسابيع الأخيرة مئات الصواريخ الإيرانية العمياء لمسح أحيائها، قبل أن يجري الحديث عن مشروع غامض يسمح لميليشيات إيران بإبادة درع في مقابل تأمين خط قيل إنه عربي لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء. ومع استغراب السوريين الصمت الإقليمي والعربي لقتل أبناء جلدتهم ودينهم أو حتى استخدام ذريعة خط الغاز والكهرباء لهدر دمائهم، كانت السفيرة الأمريكية في بيروت قد سبقت الحملة العسكرية بإعلان دعم واشنطن إيصال الغاز المصري إلى لبنان عن طريق الأردن ومنه إلى نظام أسد، المفترض به تحت عقوبات قانون قيصر لارتكابه جرائم تعذيب وقتل بحق عشرات آلاف المعتقلين. لكن وبالعودة لخط الغاز، هل كان بالضرورة واسمه بالعربي لتبرير قتل السوريين في درعا؟ وهل ما زال هناك أشخاص وأنظمة وإدارات في القرن الحادي والعشرين تظن الشعوب غبية وعمياء إلى هذا الحد؟ أما للكمية اليومية بمئتي مليون قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي المصدر لمصر ومنها إلى الأردن ثم نظام أسد وبعدها إلى لبنان والضاحية الجنوبية، فالمتوقع بحسب إطلالات حسن نصر الله الأسبوعية المتوعدة إسرائيل وحيفا رفضا قاطعا للغاز الإسرائيلي، لأنه الغاز المصري حيوصل على لبنان والكهرباء من الأردن حتوصل على لبنان، كتير منيح ونحن رحبنا بذلك. ومن ترحيب نصر الله تساءل البعض حول عبارة كتير منيح، إن كان المعني بها استخدام الغاز الإسرائيلي الأرخص أمام الديزل والبنزين لتشغيل العربات والآليات العسكرية في طريق حسن نصر الله والحرس الثوري الإيراني إلى القدس، إن شاء الله بيعملوا تسهيلات وبيعملوا تخفيضات، خصوصا أن مناشدات نصر الله لتخفيض سعر الغاز قوبلت بترحيب إسرائيلي، بل وحتى دون تكليفه قرشا واحدا لتركيب خطوط غاز جديدة من إسرائيل إلى لبنان. كتير منيح ونحن رحبنا بذلك، إن شاء الله بيعملوا تسهيلات وبيعملوا تخفيضات وبيراعوا